بالعاصمة العراقية أقيم مهرجان بغداد السينمائي الدولي الخامس بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية. حصة الأسد كانت للأفلام العراقية واللي كان من أبرزها فيلم صمت المستنقعات وفيلم فدائي. هذا المهرجان تضمن مسابقة أفضل فيلم روائي قصير وأفضل فيلم روائي طويل، ومسابقة المخرجات العربيات ومسابقة أجمل صورة إنسان. كاميرا تراتشي كانت حاضرة ونقلت جوانب من هذا المهرجان. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. مرحبا، رحب بك قناة الشرقية ونورتنا أنت اليوم أكيد، ومبروك عليكم افتتاح المهرجان السينمائي، مهرجان بغداد السينمائي الخامس، وبالموافقية. وحابين نعرف بالبداية برنامج المهرجان أو جدول المهرجان اللي راح تقدموه هذه السنة. والله البرنامج هو معلن على موقع المهرجان بتوقيتاته ودوله وأسماء مخرجي، وهم 50 دولة حقيقة، أستطيع أن أقول من القارات كافة، يعني من أستراليا، من أمريكا، من أمريكا اللاتينية، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، مشاركين كلهم في هذا المهرجان 50 دولة. إلا أن كما ذكرت لك سابقا أن هذه الدورة هناك توأمة مع مهرجان سياتل الأمريكي في الأفلام القصيرة بحدود 20 فيلم، وبرنامج لماذا الفقر مع قارة أفريقيا، وهذه برنامج عالمي مهم جدا، يعني قد يفوت جزافا هنا على جمهورنا العراقي، بس أرجو أن أنوه له ونبه له أنه هذا البرنامج برنامج ينحاز إلى قضايا الناس وإلى الفقراء بفيلم وثائقيات قصيرة، جميل الصنعة وجميل الموضوع والعالم يهتم به، وهذه أول مشاركة. لا أستطيع أن أجزم هل هي المشاركة الأولى إقليمياً، أنا ما أعرف، بس أنا سعيد جداً بمشاركة هذا البرنامج لماذا الفقر من أفريقيا، ويعرض في مهرجان بغداد السينمائي الدولي. الحقيقة أنا مسرور أن شرقية بحضورها لمهرجان بغداد السينمائي الدولي، اليوم تم افتتاح الدورة الخامسة. هذه الدورة الحقيقة من الدورات المتميزة، كون اقترنت بالاعتراف الدولي بالمهرجان، وكون هذه الدورة فيها كم كبير من الأفلام ضمن المسابقات الرسمية. لدينا 120 فيلم ضمن 6 مسابقات، هي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، مسابقة الفيلم الروائي القصير، مسابقة فيلم وثائقي، وأفلام حقوق الإنسان. هذه الدورة الحقيقة يعني اشتغلنا عليها عام كامل، يعني أسدل الستار على الدورة السابقة،
وبدينا بالدورة الحالية، ولكن احنا كجمعية غير حكومية ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة حقيقة، هي عدم فهم ان المهرجانات في العالم احيانا تنظمها منظمات غير حكومية. ولهذا لو سألتيني ما هو المعوق الرئيسي، المعوق الرئيسي للمهرجان هي انعدام الميزانية. أنا لو غيري لا يستطيع أن يقيم مهرجان بالميزانية البائسة التي أقمت بها هذه الدورة. ويؤسفني أن أقول لماذا حرمان مهرجان بغداد السينمائي الدولي رغم دوراته هذه الخامسة، العالم يعترف به، وبقي عراقيا يعاني من مسألة أن الدولة العراقية لا تضعه ضمن ميزانياتها ولو بقطرة من البحر من الثروات التي تمتلك الدولة العراقية. والدليل على هذا السؤال، لماذا لم يشمل مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاريع بغداد عاصمة للثقافة؟ سؤال، هل المهرجان قاصر؟ اعطونا، قولوا لنا اذا كان قاصر. هل برامجه غير احترافية؟ اخبرونا. كل هذه الأسئلة إجاباتها بالإجماع وكلاء وزارة الثقافة والمدراء العامين يجمعون أن هذا المهرجان متكامل العناصر يا وزارة، فيستحق الدعم. ومع ذلك استمرت الوزارة في تنصلها عن المهرجان ولم تدعمه بدينار واحد. الأفلام أحكي عن الأفلام العراقية، بعضها كان تجارب بسيطة لشباب أتمنى يكون لهم مستقبل مشرق بالمستقبل، وبعضها تجارب جيدة. أما تجربة غنية ما لقيت، لذلك اقترحت على أعضاء اللجنة أنه نلغي الجائزة الأولى، لأن كنوع من الدعم وتشجيع الشباب على أن يقدموا الأفضل، لأن يعني كلمة الجائزة الأولى لا تمنح جزافا. المهم بالموضوع أنه إحنا صار عندنا عدد كبير من الشباب اللي يفكر سينمائياً، وإن نفذ عن طريق الفيديو، لكنه فكر سينمائياً، كتب سيناريو، سوى لوكيشن، جاب ممثلين، فهذا الشيء يفرح، ومثل ما يقولون العافية درجات. Yeah.